show. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل اكرمنا يعني بالاستقرار الوضع حاليا بالمنطقه هون، وفضل الله يعني شايفين الاقبال على الاسواق، خاصه بعد يعني حملات تهجير اللي قامت بها عصابات الاسد من اخواننا بالغوطه واخواننا بحمص، والحمد لله رب العالمين الاجواء مستقره وفضل الله ما في طيران، والناس الحمد لله يعني وضع متحسن، نسال الله عز وجل النصر والتمكين وانه يمن علينا بفرج قريب. أرخص الأسعار عندي يا شباب، 600 ليرة، يلا 600 بريون، معروك 200 يا شباب، معروك 200 بريون، 600 يا شباب، أرخص الأسعار عندي. خمسة بألف يا معروك، خمسة بألف يا معروك. يلا زكي، يلا ضبط الوضع.